المختصر المفيد على المنبر 24، أهلا بكم. فتح الحدود البرية بين المغرب وإسبانيا. فتح المعبر الحدودي البري ترخار الفاصل بين مدينة سبتة المحتلة وعمالة المضيق الفنيدق وبني أنصار الفاصل بين مدينة مليليا المحتلة وإقليم الناظور في منتصف ليلة اثنين بعد استمرار إغلاقهما منذ 13 مارس 2020. أما فيما يخص قطاع السياحة، عائدات السياحة المغربية من العملة الصعبة ترتفع ب 80% بعد عامين من الركود جراء انتشار جائحة فيروس كورونا. عاد القطاع السياحي في المغرب إلى انتعاشه تدريجيا، إذ ارتفعت عائدات السياحة من العملة الصعبة إلى غاية ما تم شهر مارس الماضي بنسبة 80% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. أما فيما يخص مجال الرياضة، أحداث شعب مباراة كأس العرش تولي بحياة مراهق. انتقل الشاب عمر رفيقي إلى دار البقاء، اترطعنه من إحدى المشجعين يوم نهائي كأس العرش الذي جمع بين الجيش الملكي والمغرب التطواني يوم السبت الماضي. وقد راح عمر ضحية غدر من طرف جماهير فاسية التي لم تكن لها صلة بالمباراة والتي كانت متوجهة حينها إلى مدينة فاس ليتم الاعتداء على مشجعي كل من فريق الملكي والمغرب التطواني، وطعن الشاب بطريقة وحشية. هذه هي أهم أخبار المختصر المفيد. إلى اللقاء.